لكن ضربة البداية كما تعودتم مقالي ومقاله والنماذج الرياضية المشرفة يا باشمهندس. احنا قلنا ان تنظيم كأس العالم لكرة اليد هو التحدي الأكبر العالمي اللي بيترقبه العالم كله عشان يستلهم من التجربة المصرية في حالة نجاحها بإذن الله واكتمال النجاح، يستلم منها القرارات المستقبلية للبطولات القادمة بما فيها الدورة الأولمبية. صحيح. وقلنا ازاي ان اليابان تنتظر نتيجة هذه التجربة. اليابانيين مفتحين عينيهم. ومصطلح الفقاعة الطبية اللي هو يعني ده النهاو بتاع مصر في إقامة البطولة وتوقي الحذر إجراءات الحذر الناجحة لحد الآن والحمد لله إن شاء الله. النجاح الأكبر اللي دعمه بقى كمان المشوار بتاع فريق كرة اليد، المشوار الناجح إلا حتة، تخيل أنت لو كنت كسبت السويد الثواني الأخيرة أمام السويد أمام سلوفانيا عايز علاج، تبقى أنت متقدم ومش قادر تحتفظ بتقدمك. لو كسبت السويد أو تعادلت معاها كان زمانك أنت امبارح ما كناش واجهنا الدنمارك لأن كنا هنتصدر المجموعة بتاعتنا. حقيقي احنا في الدور اللي فات ده انتصارين وتعادل، بينما السويد تعادلين وانتصار، لكن هي النقطتين اللي دخلوا بيهم وتفوقها في اللقاءات المباشرة بيننا وبينهم خلاهم يتصدروا. لكن الى الان نقدر نقول ان الفريق المصري يتطور من مباراة الى اخرى. تمام. منتخب مصر يا جماعة دلوقتي بين الثمانية العظماء في العالم، واحد من 8 منتخبات تأهلت إلى دور الثمانية في كأس العالم. إحنا بنتكلم على كأس العالم. على فكرة ده تكرار نتيجة البطولة الماضية. صحيح. إذا هو مستوى. لكن لما يرقى التكريم والتقدير إلى مصاف رئيس الجمهورية، لما نلاقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يكتب تويتا محييا ومهنئا أبنائه المصريين على هذا التنظيم الرائع وعلى هذا الأداء المشرف جدا، ونجد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد المباراة بعد الفوز على سلوفينيا كتب: أهني أبنائي من المنتخب الوطني لكرة اليد على الصعود المستحق لدور الثمانية والأداء المشرف، كما أؤكد، وده المهم، كما أؤكد على فخري ودعمي الدائم لجميع النماذج الرياضية المصرية المشرفة وكافة الأنشطة الرياضية في مصر باعتبارها من أهم ركائز بناء الإنسان، وأكرر ترحيبي بجميع الوفود الرياضية المشاركة متمنيا لمنتخبنا الوطني التوفيق في صنع إنجاز رياضي جديد. هنا رئيس الجمهورية باشمهندس يثمن ويقدر هذه النماذج الرياضية المشرفة. لماذا هذا التقدير؟ انت وصلت دور الثمانية، انت لسه ما خدتش البطولة، ولكن هذا الوصول إلى دور الثمانية والأداء الذي يؤديه فريق كرة اليد دعم القرار المصري بتنظيم البطولة والنجاح المصري في اتخاذ الإجراءات وكمل الصورة الحلوة والمشهد الدولي لمصر في وهو ما فشلت فيه كرة القدم عندما استضفنا كأس الأمم الإفريقية. كل شيء كان رائع ودولة عاملة اللي عليها تماما، ولكن لم ينجح الفريق المصري في تجاوز هذا الدور. إذن الرياضة بتدعم، والرياضة كان زمان يقول لك الرياضة ما تخشش في السياسة، بس هم بيدعموا بعض. يعني أصبح أي نجاح، أي أغنية جميلة، أي فيلم حلو، أي بطولة فردية، هو القوة الناعمة بتاعتك اللي تخلي العالم يبص عليك البصة اللي أنت تتمناها. فريق كرة اليد عليه أن يعني يمسك في الفرصة دي. الرئيس الدولة بيتابعك ماتش بماتش، دور الثمانية بيقول لك يلا جواهد وشد على يدك، فانت لو كسبت بإذن الله الدنمارك بطولة العالم مش بعيدة عنك. لو عدنا الدنمارك، الدنمارك يا جماعة يوم الأربعاء إن شاء الله الساعة 6:30 مصر والدنمارك. الدنمارك تأهلت أول المجموعة الثانية، ومصر طبعا تأهلت تاني المجموعة الرابعة خلف السويد، والمباراة الكبرى المرتقبة يوم الأربعاء 6:30. عايز أقول لك حاجة. قول لي حاجة. كذا مباراة لاعب المباراة يطلع من مصر. كويس؟ جميل. طب مشكلتنا فين؟ مشكلتنا التعامل مع الدقائق الأخيرة. مشكلتنا مع
الدفاع احيانا والدفاع احيانا يكون معذور واحيانا ما يكون مش معذور. هو معذور في مواجهه الاجسام بالغه القوه والطول. والنهارده بنشوف بلاد السنتر فورورد بتاعها حاجه يلف بونش مش مش بلعيبه وكره اليد بصفتي كنت لعيب كره يد يعني كنت ونش ما كنت لا عارف عارف المشكله دي. وكنت انا لما وقت ما مدير الفرق القوميه عضو اتحاد كره يد كنت بخاف من الدقائق الاخيره وبخاف من النماذج اللي هي درجه احنا الكونغو شفنا راجل بكرش قد كده طب هم مش هو بياخد اللعيبه يلف بيها ده المطلوب انه يمسك الكوره وبايد واحده. دلوقتي التقاط الكره اصبح مهاره التقاط الكره بايد واحده والتمويه ولا سهل الحركه على طول لانك يا بتاخد ضربه جزاء لانك بتاخد المدافع الى الدايره جوه يا بتشوط على الجون و90% بتبقى هدف. مصر يجب يعني اعتقد انها تنبهت الى هذا مع مدير فني واحد من المصنفين على مستوى العالم الافضل. حراسه المرمى عندنا بخير. القوة الضربة الهجومية لا في عندنا باكين دلوقتي ثلاثة في منتهى القوة. عندنا صناع لعب كويس. الطرفين عندنا طرف منهم عالمي سند ده هو محترف بره. عندنا ممدوح ده في المنتخب في البطولة سند ما هو أنا أعتقد إنه أحسن جناح أيمن في البطولة حتى الآن. إذن أنت عندك العناصر اللي ممكن بشيء من التنظيم والروح بقى ما هو الدفاع ده روح وتسليم السلام وقمة العمل الجماعي في دفاع كرة اليد. اللي عايز يتعلم العمل الجماعي ما فيش واحد أنا مالي يابا أبدا في اللعبة دي. اللي يطنش بيضيع فرقته وما يقدرش يصلح موقفه. فبإذن الله اللي جاي يكون أفضل. اللي جاي مع الدنمارك إن شاء الله بتركيز وإصرار إحنا لحد دلوقتي نعدي الدنمارك يا رب. ما كسبناش الدنمارك أبدا في كأس العالم لحد دلوقتي ويوم ما بنطلع معاها فارق بسيط. لكن كمان الدنمارك مش جاية لنا في أحسن حالاتها. فإحنا ليه؟ عشان كورونا والإعداد والكلام ده أو لكن دي الدنمارك عندهم باكين مش ممكن. وده كأس العالم إحنا عايزين يعني أنت عايز تروح بعيد بقى يا حبيبي. لا. اكسب الدنمارك ونتواعد في الفاينل باذن الله ان شاء الله. طيب المهندس عدلي اشار لسند محمد سند الجناح الايمن للمنتخب لاعب نادي نيم الفرنسي هداف منتخب مصر في البطوله سجل 32 هدف. محمد ممدوح هاشم لاعب بوخارست الروماني سجل 29 هدف. في الدنمارك بيتصدر قائمه هدافيه اللاعب جيتز الماتيوس سجل 21 هدف سن 21 سنة وسجل 28 هدف. عايز اقول لكم المقارنة بين الدنمارك لان كل ما اتكلم حد الدنمارك تكاد تشعر بالقلق والخوف لانه فعلا فريق قوي. هقول لكم رقمين بطل العالم. هقول لك رقمين يبينوا لك حجم قوة الفريق الدنماركي. منتخب مصر سجل في البطولة لغاية دلوقتي 184 جول. من كم محاولة بقى؟ من اصل 268 تصويبة. يعني بنسبة دقة التصويب بتاعتك 68%. 184 هدف من 268 تصويب. دي معدل دنمارك قبل المباراة الختامية اللي هتلعبها لسه مع كرواتيا لعب او سجل 170 هدف من 231 تصويبة. النسبة بتاعته دقة التصويب 72%. يعني هم 72% احنا 68%. قريب. النسبة مش بعيدة. حراسة المرمى طبعا المنتخب الدنماركي تلقى 162 تصويبة. الحراس بتوعه تصدوا ل 53 تصويبة بنسبة نجاح 32% منهم 33 تصويبة من داخل المنطقة. نجحوا في إبعاد 9 تصويبات. كريم هنداوي والطيار حارس منتخب مصر من 210 تصويبة نجحوا في التصدي ل 64 تصويبة بنسبة نجاح 30%. قريب. من بين 59 تصويبة على الدائرة نجحوا في التصدي ل 15 تصويبة. إذن الأرقام قريبة جدا. قريب. سواء في دقة التصويب أو التصدي. إنما لما تشوف عدد المحاولات اللي عليك تلاقيها كتيرة. ده معناها إيه؟ أيوه. خلي بالك كرة اليد. زي الألعاب الجماعية دلوقتي تدافع كويس تكسب المباراة. لان الفاست بريك انت لما بتقطع الكوره بتعمل هجمه مرتده سريعه نسبتك في الـ في الـ في الـ في الهروب بالنتيجه بتبقى عاليه جدا.
ودي يجب ان احنا هجومنا يركز انه لما يشوط الجون ما يمسكش الكوره، ما يمسكش الكوره، ما تديها لي يعني تيجي الزانه ما اعرفش، لكن لو مسك الكوره هتبقى فاست بريك عليه بالظبط. نتمنى الفوز لفريقنا. خبرات عندنا لعيبه صاعده 20 سنه و19 سنه و21 سنه، لو كان عندنا فرصه للجمهور تخيلوا البطوله دي كان فرق. لو جمهورنا في المدرج، عارف لو جمهورك فرق ب 20% طبعا، وده وارد، هيزيد عن 20% دعم حجم تاثيره في الملعب. حط 20% على الارقام اللي بتقولها دي، كان زمانك في حته ثانيه، كان خلى درجه الحماس عاليه جدا. لكن للاسف، انما الدعم الرسمي اللي اللعيبه بتاخده، احساس المنتخب بانه كل البلد في ظهره، رئيس الوزراء وهو لاعب الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قاعد في المدرج باعصابه، لاعب هاندبول قاعد متابع كوره بكوره، والكاميرا كل ما بتجيبه عايش المباراه قوي. دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي، الستاف بتاع مجلس اداره الاتحاد المصري، وزير اهو ادي المقصوره الرئيسيه، والكل على درجه الحماس والمتابعه، وراهم رئيس الدوله ورئيس الجمهوريه يكتب ويحيي ويثمن ويقدر ويدعم، لانه يقول لهم ان انا بعبر عن فخري واعتزازي بكل انسان مصري بيساهم في اسعاد المصريين واعلاء شان الوطن. دي الرسائل اللي كانت مهمه جدا في التاكيد على النماذج الرياضيه المشرفه زي ما اكد رئيس الجمهوريه، واللي هنتمنى ان شاء الله تعالى يوم الاربعاء امام الدنمارك نبذل كل ما علينا. لكن مؤكد ان احنا خدنا كاس العالم في التنظيم حتى الان. أيوة. مصر فازت بكاس العالم في التنظيم طبعا، هذا التنظيم الرائع في التحدي لهذه الجائحه الصعبه، في اثبات قدره المصريين على انجاز ما قد يراه الاخرون مستحيلا. لا، انت بتعمل النهارده حدث العالم كله بيتكلم عنه، هذا انجاز رياضي سياحي سياسي من الطراز الرفيع. صحيح. نتمنى ان شاء الله تعالى تكمل على خير باذن الله. ده كان ابرز ما قالوا وما قالوا.